السلام عليكم. لو انا عندي صوره بالشكل دوت، ممكن اخد الكوبي ايمج ادرس، خدت اللينك بتاعها واروح على محرك البحث اللي اسمه بينج واقول له ان انا عايز اعمل شات، واقول له صف لي الصوره ديت. وممكن تختار انت عايز كرييتيف ولا بالانس، فيبدا يقول لك اسامي كل الفاكهه والخضار اللي موجوده في الصوره. الموضوع ده كويس جدا، لان انت ممكن تاخد الوصف دوت وتروح مثلا وتروح لموقع من البرامج اللي بتعمل الصور زي ميدجورني، وتقول له اعمل لي صوره بالشكل دوت، فيبدا يعمل لك صور مختلفه عن الصوره الاصليه. تمام، ممكن تساله بقى فوائد تناول الفواكه والخضروات، اي نوع من الفواكه والخضروات تحب، كيف اعداد سلطه من هذه المكونات مثلا، فيبدأ يجيب لك ازاي تعمل فواكه وخضروات بأكتر من طريقة صحية، زي سلطة الفواكه بالقشطة والعسل.